صباح الخير أسماء. أهلا توني. شو أخبارك؟ الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. حلقة جديدة من طلع عليكم ببرنامج بانوراما بمواضيع عديدة ومختلفة ومتنوعة، من السياسة إلى الفن إلى الفقرة الحياة الطبيعية إلى الموسيقى. كالعادة. شو بعد في؟ شو في بفقرتك اليوم؟ شو بدك غير هيك اليوم؟ لحظة شوي. شيلي هيدي الشعرة ها. شكرا. هيك تقشعك منيح. بتعرفي طيب. هاي قصة شابورون روج تقشعك منيح ليش عيونك كبار؟ آه طبعاً بعرفها. طيب. شو في عندك اليوم بالفقرة؟ اليوم عنا دكتور بفقرة الحياة الطبيعية. رح نحكي عن فقدان السمع مشاهدينا ومشاكل الأذن، مشاكل الصحة الصحية اللي بنعيشها من الأذن خصوصاً بعد سن معين بالنسبة للمتقدمين بالسن اللي بيعيشوا مشكلة. بتعرفوا ستاتنا والجد دائماً هيك بيقول ما سمعتك شو؟ ليش؟ رجعي صحي. اليوم نحن بفقرة جدول أعمال رح نحكي ليه عن قضيت فوراً فقرة جدول؟ كنت عم بحكي لسه. طيب تفضل. طيب شو متحمس على فقرة جدول العام؟ تعرف ليه؟ عم نحكي عن الانتخابات المصرية. خلص. والانتخابات الرئاسية المصرية خصوصا بعد فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. اليوم الفقرة رح تكون عن الانتخابات المصرية ورح ناخذ اتصالات عن هالموضوع. حاسس عليك من نبرة صوتك كلها حماس. يلا. كلها حماس. كمان في عنا الفن مثل ما قلتي. تفضل احكي. طب كملنا الإخوان أنا بس بعطي هيك رقوص أخليم ما بفسر الفقرة كتير وأنا هيك رح أعطي اليوم. طيب يلا. عنا العود اليوم مشاهدينا بالفقرة الأخيرة من برنامجنا، في عنا اسم جدا مهم بالعود، فنان عود رح يكون معنا. طبعا قبل هيك بالفقرة المشتركة أنا وتوني بعد فقرته الكلها حماس هيك عن مصر والإخوان المسلمين وهالقصص هيدي اللي ما بهتم فيها أبدا، رح يكون في عنا رح نحكي عن مسابقة الخط العالمي. بتعرفوا كلياتنا بنعرف قديه مهم بتركيا الخط اعتبارا من الحقبة العثمانية لحد الآن، ففي تنظيم عالمي فعلا مسابقة عالمية جدية مهمة كتير، اسم التنظيم كمان مهم كتير، رح نحكي معهم عن الخط وتطور الخط بيومنا هاد والفائزين، رح نحكي عن الفائزين بهالمهرجان وبهالمسابقة. تمام، حتى بجوز شوي نتنور عن أنواع الجائزة؟ شو؟ ولا أنا بعرف، هلا نسأل الضيوف. الانتخابات المصرية الرئاسية وفوز محمد مرسي وحتى الاستفتاء على دستور جديد، كلها هي رح نناقشها مع ضيفتنا عبر سكايب مع الصحفية نور باتور اللي واكبت الانتخابات المصرية وكانت بالقاهرة. صباح الخير. صباح الخير، نهاركم سعيد. يعني حضرتك كنت بالقاهرة وكبت الانتخابات الرئاسية بالجولة الثانية وفوز محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين. أولا قبل ما إعلان الفوز خبرينا شوي عن أجواء القاهرة، هل كان في أي نتيجة متوقعة لفوز مرشح الإخوان المسلمين؟ كيف الشعب المصري تقبل النتيجة؟ يعني خبرينا شوي خلال الانتخابات وقبل الانتخابات. في الواقع أثناء الانتخابات لم أكن هناك، ولكن خلال 9 أشهر ذهبت خلالها مرتين إلى مصر، وعندما كان هناك 5 أيام لجلسة حسني مبارك محاكمته، وعندما هناك كان ميدان التحرير له فعالية خاصة وبه روح خاصة في ذلك الوقت، وكان هناك في القاهرة هناك وقد التقيت هناك محمد مرسي والتقيت به وقال إن هناك سيأتي محمد مرسي إلى الحكم. كان يمكن أن يضحك عندما يقول ذلك قبل 9 أشهر. مشاهدينا خليني هيك رحب بالاستوديو عنا ضيفنا مهمه تالي فارتشين. أهلا فيك مهمه تالي باي، حضرتك مساعد مدير عام لبنك بتركيا. نحن طبعا نستضيفك بصفتكم أنتوا نظمتوا تنظيم خاص مسابقة خاصة لفن الخط بتركيا. هلا كلياتنا بنعرف فعلا بما أنه هيدا الخط هو خط عربي، لكن الأتراك
اعتباراً بداية من الحقبة العثمانية لحد الآن هن اللي أخذوا الصدارة بالأداء فن الخط. حتى بالدول العربية عندهم الصدارة. إيه لا بس معروف فن الخط. ما تخلينا نعلق هلا كمان نعرف. لا لا هيدي الموضوع هذا الموضوع بالذات هو هيك. فأنا حابة هيك أسأل ضيفنا شو رأيه ليش العثمانيين أخذوا الصدارة بأداء فن الخط؟ نعم قبل شيء كل شيء في الحالة الطبيعية الخط العربي وفن الخط العربي بدأ مع العهد العثماني في مجرى وجرى في مجرى آخر وكل السبب في ذلك هو أن العثمانيين لم ينظروا إلى الخط فقط كأنه خط الكتابة كأنه عبارة عن شيء مقدس بالنسبة لهم وخلال الخط العربي هناك لون روحي للخط العربي وهنا اكتشفوا هذه النقطة ومشوا فوقها وحبوا أن يجمعوا مع بعضهم كي يخجلوا بشكل ساحر وقدموا الناس بمعاني أخرى. مشاهدينا اليوم راح نحكي عن فقدان السمع والمشاكل اللي بتجي من خلال صحة الأذن خصوصا بعد سن معين. نعرف كلياتنا بعض الكبار بالعائلة ما بيسمعوا بنحكي بصوت عالي والقصص هيدي رح نحكيها مع ضيفنا البروفيسور الدكتور أرجون شاربتشي. أهلا فيك بروفيسور. مرحبا بروفيسور. كلياتنا بنعرف يعني بعد سن معين الكبار بالعائلة بلشوا يسمعوا سمعهم بلش يصير تقيل ونحن نبلش نحكي معهم بصوت عالي حتى يقدروا يسمعونا. في البداية أنا حابة من حضرتك تشرح لنا شو سبب فقدان السمع المتعلق بتقدم السن وبعدها بدي أسألك الأسئلة المتعلقة بهالمشاكل بتصير بالسن المبكر. قبل كل شيء أريد الإفادة لكم بأن ضياع السمع وضعف الصوت وينتقموا منفردا على حدة وفي عند كبار السن فقدان السمع هو طبيعي جدا وبالإضافة إلى هذا وضعف الصوت وفي كل عمر هو شيء متوقع أن يحدث ويجب علينا أن نبحث عن أسبابه ولكن في الكبار في السن قليلا أو كثيرا أذن من الداخل السبب أن جسمنا ينهرم نصل نحن نتقدم في السن نحتاج إلى النظارة لكي نقرأ عن قرب أذن من الداخل تكبر وتفقد السمع مع تقدم في العمر. يسعد صباحكم مشاهدينا، اليوم نحن معكم من قصر الباب العالي، قصر الباب العالي الموجود في السلطان أحمد، منطقة السلطان أحمد المشهورة في إسطنبول. اليوم عندنا معرض كتير حلو لأنه هذا المعرض بيحكي عن الحرم وحريم السلطان والأشياء اللي بتتعلق فيه. خليكم معنا لحتى نزور هذا المعرض ونعرف شو فيه. عن المعرض خلينا نحكي شوي عن الحرم. شو يعني الحرم؟ الحرم هي جاية من كلمة العربية، الكلمة العربية حريم أو محرم لأنه كان هو مبنى صغير بقلب القصر العالي بتسكن فيه كل عائلة السلطان من أمه لزوجاته لجواري لأخواته كل عائلة السلطان وكان مكان ممنوع حدا يدخله غير السلطان والجواري الأغوات الرجال اللي كانوا عندهم باب معين بيقفوا عند هذا الباب ممنوع يدخلوا أكثر. فكان هذا المكان الحرم هو مكان مقدس كتير ممنوع حدا يفوته غير الحريم ومن هون اجت كلمة حريم. ما رحت عليه لأنه جديد افتتح جديد و13 حزيران والأسبوع الماضي أنا كنت فيه. لكن السواح أصلاً على طول بنشوف السواح بطبقة يعني بنشوف إن يمكن أكثر أثر يزار من قبل السواح وطبقة يعني ويمكن صار له اهتمام أكبر بالفترة الأخيرة توني بسبب انتشار المسلسل تبع محمد شو اسمه سليمان القانوني
فصار في رغبة أكثر لحتى يكتشفوا فعلا القصر اللي عايشة فيه هرام. لهيك مهم كثير، خصوصا أنه افتتحوا قسم الحرم، زرته الأسبوع الماضي بتتذكر، حكيتني تليفون قلت لي وينك، قلت له قلت لك أنا بالحرم. مشاهدينا بالفقرة الفنية اللي هي الفقرة النهائية ببرنامج بانوراما، اسم لامع في عصر العود، أهلا وسهلا فيك نجاتي بي، نجاتي تشيليك. نجاتي تشيليك، أهلا وسهلا فيك. مرحبا، مرحب، أهلا بكم. أهلا بكم. يعني على طول بس نسمع العود بنقول نجاتي بي، كنت نقول نجاتي بي بنقول العود. شكرا جزيلا جدا. شو رأيك تسمعنا هيك من بعد ما كنا بقصر توب كابي؟ سمعنا بجوز شيء ملكي، ما بنعرف شو بدك تسمعنا نجاتي بي؟ نعم، توب كابي سراي، ما يتعلق بتوب كابي سراي، قصر توب كابي هو مهم جدا في تركيا وشعار من اشعار تركيا وميزة، وقصر عبارة عن ذكرى من عصر جميل جدا في تركيا واثر في الموسيقى التركية، الى انما وصلت الى ذروتها بعد القرن التاسع عشر، الموسيقى التركية وصلت الى الذروة وجلست على عرشها كما نقول لكم. حاليا انا سوف أقوم ب وإن لم تكن لها علاقة في تلك الحقبة من الزمن، حاليا سبت أوستابرا من مقام أفيتش، هذا عبارة عن تقسيم على العود، ثم أريد أن خلينا نسمع أشارككم به.